نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان اللبس الذي يشهد انطلاق هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله ورعاه. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا الرابع خصص للقعدان الحقايق، مسافتنا هي 4 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. ومن بعد هذا الشوط مشاهدينا الكرام سنبدأ بإذن الله تعالى في الأشواط المفتوحة، نذهب إلى انطلاق ومسار هذا الشوط. سيارة بالانتظار بالإضافة إلى التسعيرة بالانتظار. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. من يسيطر؟ شمردل مع البداية الأولى، تعود الملكية لسالم بن مصبح بن عبود الأغفلي. من يقدم لنا سلالة شمردل مع البداية الأولى؟ المركز الثاني يتقدم مشاهدين الكرام، وياتي مياس، تعود ملكية مياس. طارش بن علي بن رخيت المسافري، من يقدم لنا مياس؟ انتقل مباشرة هنا الوصول من المسك، راشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي. من يقدم لنا المسك مع المركز الثالث؟ النقلة مباشرة هنا مع المركز الرابع. يا سلام التدخل والوصول من هملول شمال بن محمد بن شمال بن محمد الغفلي. من يقدم لنا هذا السلالة الهملولية مع المركز الرابع وفي خامس المراكز؟ يا سلام بدء الوصول والتقدم الممتاز. ينطلق مشاهدي الكرام معذب سهيل بن راشد بن نايع الغفلي. يا سلام هكذا النتيجة، الكل يتقدم، الكل ينطلق، الطموح الفوز والناموس غير في هذا المحفل في هذا المهرجان. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى شمردل. ما زال هو المسيطر، ما زال هو معلن الحضور بن عبود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هنا شمردل سالم بن مصبح بن عبود الغفلي مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني يليه مباشرة هنا ويرافق في الانطلاق مياس طارش بن علي بن بخيت المسافري. وصول جديد هنا وقدوم في هذه اللحظات. يا سلام شاهين بدأ يتقدم مشاهدين الكرام، تعود الملكية لراشد بن ربيع الجزيعي الكتبي. من يقدم لنا سلالة شاهين؟ يتقدم مباشرة مع المركز الثالث المركز الرابع. من الجانب الآخر هنا الانطلاق مشاهدين الكرام من معذب. يا سلام ولكن يتقدم هنا هملول شمال بن محمد بن شمال بن محمد الغفلي. السيارة بالانتظار، الواصل والمنطلق معذب سهيل بن راشد بن نايع الغفلي. قدوم جديد هنا ووصول من نسناس سهيل بن مبارك بن محمد الكتبي. هنا مشاهدينا الكرام انت صاف المسافة، السيارة بالانتظار. لمن الناموس يا ترى؟ لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ طعمه غير في هذا المهرجان. هنا نعود مع البداية، شمردل مع البداية، شمردل مع المركز الأول، سالم بن مصبح بن عبود الغفلي مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. ما سلم المهمة، ما سلم الصدارة. يا سلام يا بن عبود، يقدم شمردل المركز الثاني. ينطلق مشاهدينا الكرام وياتي هملول شمال بن محمد بن شمال بن محمد الغفلي مع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين راشد بن ربيع الجزيعي الكتبي. من يقدم لنا شاهين؟ الوصول هنا، وصل مياس طارش بن علي بن وخيت المسافري مع المركز الرابع. المركز الخامس ياتي مشاهدي الكرام معذب سهيل بن راشد بن نايع الغفلي. يا سلام ولكن وين شمرد الاخوان مع البداية مع الصدارة الاولى مع مقدمة الشوط منذ الانطلاق؟ يا سلام يا شمردل مسيطر مع البداية، مسيطر مع ناموس هذا الشوط. يكمل المسار بكل نجاح بكل خطوات من اجل السيارة والتسعيرة وناموس هذا الشوط. الكل باحث عن الفوز والانتصار. اذا شمردل مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول مع العزمة الذهبية يودي هذه السلامات. هنا مشاهدي الكرام سالم بن مصبح بن عبود الغفلي، ولكن دير البال وصل الجماعة هنا. الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق. وصل هملول، وصل هملول، والواصل هنا شاهين يتقدم في هذه اللحظات. ولكن يا سلام
الله معذب 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 مع المركز الثاني تعود الملكية السهيل بن راشد بناية على غفلي ولكن شمردل معذب وشمردل شمردل ومعذب لمن الناموس شمردل ما زال مسيطر مع البداية الأولى مع مقدمة الشوط معذب معذب يحاول معذب وشمردل معذب لسهيل بن راشد بناية على غفلي شمردل تعود الملكية من يقدم مشاهدينا الكرام في هذا المسار هو الانطلاق سالم بن مصبح بن عبود الغفلي الامتار الأخيرة الامتار المجنونة معذب شمردل وصول هنا مشاهدي الكرام بدأ يتقدم هنا وينطلق أهل اللي بسهمين يتنافسون ولكن البداية الأولى هنا المقدمة معذب 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 يا سلام يا معذب يا سلام يا الناموس يا سلام يا الفوز والانتصار معذب بالفعل مع السيارة مع الناموس سلام يا مالك سلام سلام بو راشد بناية على غفلي من يقدم سهيل بن راشد بناية على غفلي غادر إلى الناموس غادر إلى السيارة سق الله دارك سلام يا اللبس سلام واسعد الله صباحك يا بناية على هذا الفوز وسلام يا هالي مهذب من هم يقدمون هذه النوعيات تهانينا والناموس لسهيل بن راشد بناية على غفلي لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار والناموس المركز الثاني شاهين راشد بن ربيع الجزائري يكتب المركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام ناصي عيسى بن خلبان بالشاوي الغفلي خامس المراكز المركز الرابع حملول شمال بن محمد من شمال الغفلي المركز الخامس كان من نصيب مشجع عبد الله بن سعيد بن محمد بن حسن الخاطري هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من أتى مع الانتصار والإبداع إلى مالك معذب سهيل بن راشد بن ناعي الغفلي قطع المسافة في زمن وقدره 6:10.88 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك معذب سهيل بن راشد بن ناعي الغفلي على هذا الفوز والانتصار والسلام يا لمسي سلام وسلام يا مهذب سلام على الفوز والانتصار المركز الثاني شاهين راشد بربيع الكزيع الكتبي قطع المسافة في زمن وقدره 6:12 جزئين من الثاني تهانينا والناموس ثالث المراكز كان من نصيب ناصي عيسى بقلبان بالشاوي الغفلي وقطع المسافة في زمن وقدره 6:12.8 من الأجزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين.